تأمينه بطرق اهتمام خاص وخاصة المحاور المرورية. عندنا النهاردة احنا يعني بنفتح محور مرور جديد ونعرف ان احنا ننتهي للمرحلة الاولى الا وهو محور كرسة. حاليا قاربت المرحلة الاولى على الانتهاء وطول حوالي 2.2 كيلومتر. نعرف ان احنا نتمكن من ان احنا الفترة اللي جاية ان احنا نبدأ ننتهي للمرحلة الثانية منه. عندنا محور ترعة عبد العال بنموله تمويل زائد للمحافظة وتكلفة حوالي 23 مليون جنيه. عندنا محور براد النيل من محطة من وزارة الري حتى محطة الكهرباء 5.5 كيلو